نسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين نسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قطعة أخرى من دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر. الإمام عليه السلام يسأل الله تعالى أن يهب له معالي الأخلاق ويعصمه من الفخر. لا شك أن معالي الأخلاق والأسمة من الفخر لها مراتب، وهذا الدعاء، هذا السؤال من الله، هذا الطلب من الإمام المعصوم من الله سبحانه وتعالى ليس منافيا للعصمة، لأنه لا شك في أن المعصوم عليه السلام كل ما عنده من المعالي ومن الأسماء فهو من الله سبحانه وتعالى، مو ذاتي لهم، مو من ذاتهم، ولو الله سبحانه وتعالى فطرهم هكذا، خلقهم هكذا، أما الله خلقهم هكذا، هذه منحة إلهية. ولا شك أن هذا مراتب. فالإمام السجاد صلوات الله عليه ليس فقط يريد أن يعلمنا نحن أن ندعو هكذا، وإنما هو بنفسه أيضا يطلب من الله هذين الطلبين، يسأل من الله هاتين الحاجتين، معالي الأخلاق والأسمة من الفخر. المراتب الموجودة عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه من هذين المطلبين، الإمام يسأل المراتب الأعلى منها. ولا شك أيضا أن المعصومين عليهم الصلاة والسلام دائما بالنسبة لمواهب الله لهم، عطايا الله لهم، دائما في المزيد، فهذا لا ينافي العصمة بلا شك وبلا إشكال كبقية الأدعية. ولا نحتاج إلى أن نقول، وإن كان هذا صحيح أيضا، أما ما نحتاج، يعني مو منحصر في هذا الأمر، أن نقول أن الإمام عليه الصلاة والسلام عنده مراتب عالية عالية جدا 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 من معالي الأخلاق ومن الأسمة من الفخر، فهذا يطلب من الله البقاء عليها، لا،
وإن كان هذا طلب أكو مثل إنسان مؤمن خير يقول اهدنا الصراط المستقيم. الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام في صلاته يطلب من الله اهدنا الصراط المستقيم، مو مهدي إلى الصراط المستقيم، دمان ليش مهدي إلى الصراط المستقيم؟ ولكن هذا الطلب البقاء عليه والمزيد منه، أي مانع منه؟ على كل هذا مطلب مفصل معمق ندعه في محله، يرتبط بأصول الدين وهو مطلب مهم وينبغي الحديث عنه بتفصيل ما في محل آخر إن شاء الله. هب لي معالي الأخلاق، هنا وقفات عند هذه الكلمات، طبعا وقفات سريعة. هب من الهبة، معالي بمعنى العلو، الأخلاق بمعنى الخلق أو الخلق كلاهما صح. الهبة ما معناها؟ الإمام يسأل من الله الهبة، نحن نقرأ هذا الدعاء نسأل من الله هبة معالي الأخلاق. هنا ماكو أعطني، أعطي في الأدعية موجود، هذه المادة مادة العطاء والعطية بمختلف اشتقاقاتها في الأدعية موجودة، في القرآن الكريم هم موجودة هذه المادة، مادة الهبة أيضا في القرآن الكريم موجودة. هب لي من لدنك وليا ووهبنا له، تهب لي فعلي. الآية الكريمة الأخرى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، موجودة في القرآن هذه المادة. الهبة، نحن أهل العلم في الفقه، الهبة شنو معناها؟ حتى نشوف الإمام شنو دا يسأل من الله. هب لي معالي الأخلاق، يعني إلهي هب لي من الهبة بعد، وهب يهب وهب، سؤال الهبة. في الفقه لابد ملاحظين، الفقهاء يقولون الهبة عقد مو إيقاع، عقد بحاجة إلى طرفين، بحاجة إلى إيجاب وقبول، عقد الهبة في الشرع، مو طرف واحد إلى، مو إيقاع، مو مثل الإبراء اللي طرف واحد إلى، عقد واحد يعطي والثاني يقبل، عقد فائدته، مضمون عبارات الفقهاء، تمليك عين بلا عوض. لاحظوا معظم الكتب الفقهية يقيدون في الهبة كلمة بلا عوض. طبعا هذا بلا عوض ما أدخل البحث الفقهي لكي لا يبدر إلى الأذهان أنه الهبة المعوضة لعد شنو، بلا عوض على نحو الاقتضاء مو على نحو العلية التامة، مو إذا ذكر العوض للهبة ما صار هبة بعد، انتفت الهبة، لا، على نحو الاقتضاء، يعني بطبعه على نحو الاقتضاء الهبة تمليك عين تمليك، مو مجرد إعطاء، مو مجرد إباحة،
مو واحد ينطفد الواحد فد شيء يستفيد منه والملك للمعطي يكون، لا، نقل الملك إليه، تمليك عينا بلا عوض. هذه الكلمات كل واحدة فيها مجال بحث طويل، بس أنا مو في هالمقام، وأنتم بحمد الله من أهل العلم أهل الحاضر، أنا أريد أمر في المرور على هذه الكلمات يعني. الهبة تمليك عين بلا عوض. إذا الهبة هذا معناها، معظم الفقهاء شكل يعبر في تعريف الهبة، الإمام ده يطلب هذا الشيء، يعني إلهي معالي الأخلاق بدون عوض مو أعطها لي. الإمام ما يسأل، ما يقول أعطني، لأن الإعطاء أعم من التمليك، يطلب التمليك، إلهي ملكني معالي الأخلاق، خليني أنا أملك معالي الأخلاق. يقال أن ملك قال لشخص من رعيته كان زاهد، قال له أنت ليش ما تجي عندنا؟ عتب عليه، قال ليش ما تجي عندنا وأنت عبد لي؟ الملك قال للزاهد، الزاهد قال له أنا عبد إليك، قال إيه أنت من رعيتي ورعيتي عبيد إلي، قال لا، كيف أكون عبدا لك وأنت عبد لعبدي؟ أنت عبد إلي وبالواسطة، مو عبد إلي مباشر، عبد عبدي. من قال له شلون؟ قال أنت عبد الهوى وأنا سيد الهوى، الهوى مملوك لي، أنا أملك هواي وأنت الهوى يملكك. إلهي ملكني الهبة، الهبة الشرعية هالشكل بعد. هب، نريد نتأمل كلمة هب، كلمة الهبة شرعا هالشكل يصير، إلهي ملكني بلا عوض. أما بلا عوض، بلا إشكال بلا عوض، حتى بالنسبة للإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، المعصومون عليهم الصلاة والسلام استثناء في الخلق بلا إشكال بمتواتر الأدلة، ولكن هذا في نفس الوقت عبيد لله سبحانه وتعالى، عباد لله سبحانه وتعالى. كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، عباد لله، فكل ما عندهم من الله شنو هم يعوضون الله؟ كل ما ينطون أيضا من الله. أكو في الحديث الشريف، رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأولين والآخرين، الشخص المخلوق الاستثنائي الوحيد، واحد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كلما يقول مجاز في قاموس الله، في كل ما خلق الله، الله سبحانه وتعالى لم يخلق كرسول الله مخلوقا ومصمم على أن لا يخلق أيضا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك أتى في الحديث الشريف، رسول الله يدخل الجنة بفضل الله لا باستحقاقه، لا شك فيه، بلا عوض. الإمام السجاد صلوات الله عليه إمام معصوم قمة في كل مخلوقات الله، هؤلاء الأربعة عشر
تم في كل مخلوقات الله. ولكن مع ذلك شنو يعوض الله؟ شنو يعطي لله إذا يتعبد هم بفضل الله؟ المعصومون بالنسبة إلينا تناسب، ماكو نسبة سنخية بيننا وبينهم ماكو، أما مع الله سبحانه وتعالى عباد. فهب لي ملكني إلهي، ملكني بلا عوض. كلمة بلا عوض كلمة ملكني، يعني خليني أنا أملك معالي الأخلاق، مو معالي الأخلاق تكون مستعارة عندي، عارية عندي، كم يوم تكون عندي فترة الغنى تكون معالي الأخلاق عندي إذا صار فقر، لا، فترة الراحة تكون عندي إذا صارت زحمة، صارت محنة، لا، فترة الصحة تكون عندي إذا والعياذ بالله صار مرض، لا لا، أنا أملك معالي إلهي. خلي معالي الأخلاق مملوكة إلي. شو مستوى الدعاء؟ قال نحن على قصر علمنا وباعنا وفهمنا ودركنا، هذا ما ندركه نحن، وما يقصده الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أكيد وهو يتكلم مع الله وهو في مقام الطلب من الله، يقينا أعمق وأعمق وأعمق من هذه وأمثالها. إلهي ملكني شنو؟ فلوس، بيت، زوجة، أولاد، دنيا، رياسة، شنو؟ معالي الأخلاق. اسمحوا لي أنا كلمة عند المعالي أذكر، أتوقف هنا أتوقف أيضا قصيرة حسب دركي وفهم. معالي كلمة عربية، والكلمة العربية تؤخذ من اللغة العربية. معالي شنو؟ معالي جمع، جمع لشنو؟ لأي شيء، جمع لمعلات، للمرامي جمع مرمات. معلات شنو؟ معلات معلى مصدر، مصدر مصدر بالميم، مصدر معلى يعني علو. أضيف إلى هذا المصدر تاء التأنيث صار معلى. ليش هالإضافات؟ ليش ميم في أول المصدر؟ ليش تاء في الأخير؟ أنتوا لاحظوا مثل شرح الرضي الكتب المعمقة إجمالاً شرح النظام، أحياناً في المغني أو في الكتب اللغوية المفصلة، حتى لسان العرب أنا كنت أشوفه ما عنده الأشياء على ساعتي في الكتب اللي أكثر تفصيل. لاحظوا الخلق عالي يعلو، خلق عالي. الاسم الفاعل أو اسم المفعول للتأكيد للمبالغة للتقوية يعبر عنهما بمصدر. زيد عادل هذا المثال المعروف، زيد عادل، إذا يردون يأكدون هذا الكلام زيد عادل بالتأكيد، زيد عادل من المراتب العالية للعدالة، زيد عادل مو سطحيا أنا أقول عادل، إذا أريد أبين
أنه لا عدالة بعمق عند زيد. أقول زيد عدل. التعبير عن الفاعل بالمصدر يكون للتأكيد. فعلو مادة العلو هو مادة ارتفاع. العالي صاير علو، صاير مصدر، مادة العلو وصيغة المصدر، هذا تأكيد. المصدر يصدر بالميم للتأكيد، هذا تأكيد آخر. معلى، ويذيل المصدر بتاء التأنيث للتأكيد، هذا تأكيد آخر. معلات، هذا معلات، مجموعة تأكيدات كلمة معلات. يعني في اللغة العربية إذا يردون يأكدون عدة مرات تأكيد مكرر للعلو للعالي يقولون معلات. عد هاي المعلات صاير جمع معالي، تأكيد آخر. ثم الجامع مضاف اللي يفيد العموم، معالي الأخلاق. وش قد تأكيد في هذه الكلمة، هذه الأبعاد اللي زايد ناقص في كتب الصرف واللغة والبلاغة، أنا وأمثالي شايفيها متعلمين. الإمام ذي يقول هب لي هذا الأمر. الأخلاق جمع خلق وخلق، قفل أقفال، خلق أخلاق، عنق أعناق، خلق أخلاق، فعل وفعل كلاهما يجمع به أفعال. أخلاق جمع خلق، هنا أكو تأكيد آخر أهم من كل هذه التأكيدات التي ذكرتها. معالي يعني شنو؟ في الروايات أنتم لاحظوا، أكيد ملاحظين، في المستقبل أكثر دققوا هذا العام لاحظوا. في الروايات عندنا محاسن الأخلاق وعندنا مكارم الأخلاق، واي فرق بين هالكلمتين؟ كرائم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. الحديث النبوي الشريف يقول إنما بعثت لأتمم مو محاسن الأخلاق. هي دقة أكو، مطلب أكو هنا، مكارم الأخلاق. الخلق هي الطبيعة بالمعنى الأصلي. الخلق قد يكون خلق سيء، قد يكون خلق حسن. الجبن خلق أما سيء، الشجاعة خلق أما حسن. الجبن البخل خلق سيء، والكرم خلق حسن، الجزع خلق سيء، والصبر خلق حسن. غالبا انتم لاحظوا الروايات، ولعله في الآيات ايضا هكذا، انا ما مستعرض الآيات كثيرا في هذا المجال، يعني مو ببالي فعلا استعرض وشوفوا، لعله ايضا هكذا في الروايات. غالبا حسن الخلق عن تذكر بالنسبة للأخلاق اللي هذا الفعل حسن،
الكرم ندي الكف أطاعني، عنده فلوس ينتهي، عنده زاد ينتهي، هذا خلق حسن يصبر، هذا الصبر خلق حسن، شجاع عنده، هذا الشيء الشجاع خلق حسن، أما مو مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق التي ترجع إلى النفس، تربية النفس، تجبيل النفس، تحميل النفس على ملازمة الخلق الحسن، هذا يعبر عن المكارم. وغالبا حسن الخلق يوافق الشهوات والغرائز، وغالبا مكارم الأخلاق تخالف الشهوات والغرائز. حسن الخلق يعني شنو؟ يعني بشاشة، يكون بشوش، وجهه منبسط مو عبوس، هذا يوافق الغرائز. الإنسان يحب، يكون يحب أن يكون في المجتمع، المجتمع يحبه ويمدحه، لازم يكون بشوش حتى المجتمع يحبه ويمدحه، لازم يعطي بذول يكون حتى المجتمع يحبه يمدحه يحترمه، لازم يكون شجاع حتى يمدحه. أما مكارم الأخلاق شنو؟ في الرواية سلم على من سبك، واحد شفته بالشارع غلط عليك سبك، باكر انت تشوفه سلم عليه، هذا مكان، هذا صعب، هذا صعب. في كل 1000 مصلي صائم اللي يحج ويخمس كم واحد يحصل هالشيء؟ واحد يسبه، هذا باكر يسلم، هذا مكان، هذا منافي للغرائز، مضاد لطبيعة الإنسان. مكارم الأخلاق هذا مو محاسن الأخلاق. اعف عمن ظلمك، هذه في الروايات. سئل عن الإمام عليه الصلاة والسلام ما هي مكارم الأخلاق، الإمام ذكر منها هذه، هذه مكارم. الإمام يسأل من الله سبحانه وتعالى معالي الأخلاق، معالي مساوي لمكارم مو لمحاسن، ولذا هذا الدعاء موسوم بدعاء مكارم الأخلاق باعتبار وجود كلمة معالي هنا، معالي يعني مكارم الأخلاق العالية، اللي هذا هم في التأكيد آخر إضافة الصفة إلى معالي الأخلاق، يعني الأخلاق المعالي، معالي وصف، يعني الأخلاق العالية وصف، الوصف قدم والموصوف أخر، هذا أيضا تأكيد آخر. وهناك أيضا ربما تأكيدات أكيد أكيد مرغم أخرى غير ما ذكرتها. وحب لي الإمام يسأل يقول إلهي ملكني، إحنا هم نتعلم من الإمام، نسأل من الله معالي الأخلاق، هبني. تقدم أن الهبة عقد مو إيقاع، مو هالشكل، يحتاج إلى إيجاب وقبول. العطية والهبة في الخط العام بمعنى واحد، ولكن في هذه الدقائق تختلف الهبة عن العطية.
العطاء ممكن الإنسان يعطي لكل شخص، أما الهبة بمقتضى لزوم القبول فيها لعله ينتزع من ذلك استفادة قابلية التمليك. الإنسان يشوف فد هرة عطشان يهبها الماء يعطيها الماء. شايفين واحد يقول يهبها الماء؟ ليش؟ يعطيها الماء، هاي عطية. دجاجة جائعة يعطيها طعام، يهبها الطعام. الهبة بحاجة إلى قبول، القبول بحاجة إلى عقل، العقل لا يكون إلا في المورد القابل. إلهي هب لي، خليني أنت هم خليني أنا أكون قابل لقبول حتى تتحقق الهبة. وهذا منك إلهي لازم يصير، أن تهب لي مو أنا اللي أتعب. طبعا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لازم أنا أتعب حتى أكون قابلا للقبول. وهب لي معالي الأخلاق، ممن نتعلم معالي حقيقة لو مو أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أصلاً جعل الله الأخلاق ومعالي الأخلاق كان لغو، كان يروح. الكتاب وحده ما يفيد، معلم يحتاج، عامل يحتاج، مربي يحتاج. أكو موضوع عنده أهل العلم أهل الفضل، أنا أعرض عليكم هنا. شوفوا شلون فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لها استثناءات خاصة بها لا توجد في أي بشر آخر. طبعا مكرر أنا سابقا ذكرت معنى الاختصاص بشيء ليست الأفضلية من كل أحد. ليس معنى هذا أن رسول أنها أفضل من أبيها رسول الله، لا بلا شك أبوها رسول الله أفضل منها، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إمامها. لكن في المرتبة الثالثة مما خلق الله من أهل الفضل رسول الله، المرتبة الثانية أمير المؤمنين، ثم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رسول الله إلى اختصاصات ليست لأحد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فد استثناء بس، فإن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لك. الصلاة لله، كل الصلاة لله، كل كلام مع غير الله مبطل الصلاة، كل حديث مع غير الله في داخل الصلاة مبطل الصلاة، لأن الصلاة لله. الصلاة قرآن كلام الله، وذكر ذكر الله، ودعاء طلب من الله فقط. الصلاة قرآن وذكر ودعاء، فالاستثناء التكلم مع رسول الله في أثناء الصلاة، هذا من اختصاصات رسول الله. أمير المؤمنين إلى اختصاصات، فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أيضا لها اختصاصات.
من اختصاصاتها اللي يستفاد من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا أنه باستشهاد الزهراء صلوات الله عليها استقام الإسلام، وباستشهاد الزهراء انحرف المسلمون عن الإسلام. كلمتان متضادتان في وقت واحد. يعني هذه الكلمات اللي أنا وأمثالي أتكلمها، نقرأ هذا دعاء مكارم الأخلاق، نصلي، نصوم، نتعلم، نعلم، يؤلف المؤلفون، يكتب الكتاب، يخطب الخطباء، أئمة الجماعة يأمون الجماعات في الصلوات، يرشدون، ينصحون. هذه لولا هذا الدور لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها قبل الإمام الحسين عليه السلام ما كان، ما وصلت النوبة إلى الحسن والحسين عليه الصلاة والسلام، وما وصلت النوبة إلى وجود قصة كربلاء وأمثال كربلاء. هذا من جهة. من جهة أخرى، الانحراف الذي حصل في الإسلام، هذا الانحراف حصل عند ظلم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وهذا من اختصاصاتها. أنا كلمتين هنا عندي أعرضهما عليكم تشوفون. مدى صحة الكلمة. فات كلمة أنه أكو حديث مروي معروف تحافظي أكيد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت. فاطمة ما كنت علي، وما عرفني إلا الله وأنت. فاطمة ما كنت. وما عرفك وما عرف وما عرفك إلا الله وأنا فاطمة. بالأدلة الأخرى، هذا حاصر بعد نفي استثناء في القرآن، في الروايات، في الأحكام الشرعية بالمئات والمئات، عندنا حصر إضافي. قل، آية قرآنية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة واحد أو دما مسفوحا اثنين أو لحم خنزير أو أربعة خمسة ستة سبعة. هاي المحرمات بس، محرمات المطاعم بس هاي. هذا نفي استثناء بعد. لا، أكو محرمات أخرى. هذه يسمى حصر إضافي في القرآن، أكو نوع من البلاغة، هذا نوع من البلاغة، يحصرون في مجال للفتة بلاغية ثم يلحقون بالحصر بالأدلة الحاكمة على الإصطلاح العلمي أمور أخرى. أنا حسب استفادتي من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها داخلة في هذه الحصر، في هذا الحصر، مو خارج عنه. وإن كان في الحصر، في لفظ الحصر، مو موجود اسم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولكنها داخلة بالأدلة الحاضرة.
الأدلة الحاكمة بحاجة إلى فد بحث مفصل أنا أشير إليها. روايات عديدة عندنا، روايات عديدة مستفيضة، أنا شايف العديد منها. هذا التتبع الناقص اللي عندي. الكتب الأربعة موجودة، كافي تهذيب من لا يحضر استغفار. البحر ناقل هذه الروايات، الوافي موجود، اعتبر الوافي مستوعب الكتب الأربعة. في الكتب الأخرى الموجودة في الحديث موجود أنه في عدة موارد، في أكثر من مورد، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام وهو إمام فاطمة الزهراء، إمام يقول له امض لما أمرتك فاطمة. لا أقل في هالمستوى. خو من واحد يقول شنو دخل هذا بالمعرفة؟ المعرفة للمستوى، مو شيء خارج عن المستوى. وكلمات أخرى لأمير المؤمنين صلوات الله عليه مع فاطمة الزهراء سلام الله عليها في قصة المظالم التي وردت عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الكلمات اللي يظهر منها أن أمير المؤمنين كان له وهو الذي منطوق هذا الحصر، لم يعرف الله إلا الله إلا أمير رسول الله علي أمير المؤمنين، أكثر من مرة أبدى استعداده لكل ما تقوله فاطمة صلى الله عليه وسلم. ففاطمة في هالمستوى، كما أن علي عليه السلام في هالمستوى، بالرغم من أن رسول الله نبي لأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين من أتباع رسول الله، وأمير المؤمنين من المسلمين والمؤمنين برسول الله، أما في هالمستوى في مسألة المعرفة، هذا المعرفة حسب هذه الأدلة ليس لها ثلاثة أطراف، لها أربعة أطراف، وطرف منها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه فتكلمة هسه أنتم لاحظوها، تأملوها، استعرضوا أدلتها. يعني فاطمة الزهراء في هالمستوى. الكلمة الثانية من اختصاصات فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن أمير المؤمنين عند كلمات، هذه الكلمات في الكافي موجود، في نهج البلاغة موجودة، في الكافي موجودة، في مصادر أخرى موجودة، تعبيرات مختلفة بأسانيد مختلفة مستفيضة، ولعل بعض هذه الكلمات متواترة، بس إما متواترة لفظان أو معنان أو إجمالان بواحد من أقسام هذا التواتر، أنه كلمات تلفظ بها علي صلوات الله عليه وهو في مستوى رسول الله في معرفة الله سبحانه وتعالى، لم يتفوه أمير المؤمنين بهذه الكلمات حتى عند رسول الله، حتى مع رسول الله. طبعا هذا ليس ذكرت أكدته، ليس معنى هذا أن فاطمة عليه السلام أفضل من رسول الله، فاطمة ضحت بنفسها من أجل دين أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أمير المؤمنين يتكلم بهذه الكلمات لرسول الله، لأشرف الأولين والآخرين، لا يتكلم بهذه الكلمات للناس، مو خطبة خطبها أمير المؤمنين على المنبر، أو كلمات ذكرها للناس، أو موضوع ذكره لأبي ذر أو سلمان أو عمار أو مقداد، لا،
يتكلم أمير المؤمنين مع رسول الله، وفي ضمن كلماته عند استشهاد الزهراء سلام الله عليها يقول: أما حزني فسرنا. هاي أنتوا استعرضوا تاريخ أمير المؤمنين، كلمات أمير المؤمنين، نهج البلاغة جزء من كلمات أمير المؤمنين، الموجود بأيدينا من كلمات أمير المؤمنين لعله 10 أضعاف نهج البلاغة. نهج البلاغة المختار من خطب ورسائل وكلمات أمير المؤمنين صلوات الله ووصاياه، المختار قسم استعرض كل كلمات أمير المؤمنين. شوفوا أمير المؤمنين كلمة سرمد، هاي الكلمة أكثر من مرة واحدة مستعملها مع البشر مع الآخرين. أنا ما شايف. أما حزني فسرمد. ثانية: وأما ليلي فمسهل. هاي كلمة سرمد، كلمة مسهل. شوفوا أمير المؤمنين أصلا أكثر من مرة مستعمل الكلمتين، حتى في رسول الله ما مستعمل. بالنسبة لوفاة رسول الله، لشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي أمير المؤمنين في نفس هذه الكلمات بعد ذلك يقول: يا رسول الله، حزنك صار سبب عزاء في كل حزن لنا. أما مع ذلك ما يقول بالنسبة إلى شهادة رسول الله حزني في كسر، أما يقول حزني في الزهراء سر. سرمد يعني شنو؟ في كتب أصول الدين يقولون: السرمد يعني لا آخر له. في كتب أصول الدين يقولون: لا أول له ولا آخر. هذا السرمد هالشكل يعني. في اللغة السرمد يقول لا آخر، يعني حزن ما يخلص. ليش أمير المؤمنين على ما يحزن؟ على أنه شاف انحراف صار عما أراده رسول الله، عن الخط الذي خطه رسول الله، انحراف ومستمر انحراف بقتل الزهراء سلام الله. أمير المؤمنين يرى المظالم اللي بالمستقبل راح تجي، يرى الحكومات اللي تحكم، يرى الطغاة اللي يجون. لحديث أكو في البحار الأحمر: لو كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد رسول الله 30 سنة على الحكم لأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم. مظلوم واحد ما كان 30 سنة. عدل أمير المؤمنين، عقل أمير المؤمنين، إيمان أمير المؤمنين يصلح كل البشر. هذا اخترع خلاص. أما حزني فسعنا، هذا من اختصاصات الإسلام سلام الله. أنا ما شايف بهالتعبير في اختصاص الزهرائي، ولكن أنتوا استعرضوا شوفوا أكو شيء ثاني. وأما ليلي فمسهل. مسهل يعني شنو؟ أمير المؤمنين عنده كلمة في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة مروي عنه صلوات الله عليه: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا. هاي كلمة هنا أما ليلي فمسهل، نكت المسهل، وأجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي
من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد وكذا لشيء من الحطام. الأحد مسهد يعني شنو؟ مسهد الإنسان قد يأرق، يعني بالليل نعسان ما يقدر ينام. ليش ما يقدر ينام؟ مسائل مرتبطة بقلبه بمخه بأعصابه وكذا. قد يكون لا من الألم يتقلب ما يقدر ينام، هذا المسهد. مسهد لا يقال لكل من أرق وما يجي نوم ما يقدر ينام، يقال لمن من شدة الألم ما يقدر ينام. نعسان هذا الإنسان حياة مرت مره، أمر من أمر الأمور أن الإنسان يكون كلش نعسان أما من الألم ما يقدر. الإمام يقول باستشهاد الزهراء نومي هالشكل صار، ليلي هالشكل صار. وين قال عنه فيها غيرها؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مقام فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. وكلمات أخرى أيضا لأمير المؤمنين بالنسبة لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها لم يتفوه، لم يتكلم بمثلها في غير فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. أنتوا استعرضوا الأحاديث، دققوا الكلمات، اتأملوها، توقفوا عندها، شوفوا الكثير من هؤلاء من فاطمة الزهراء صلوات الله عليها استشهادها إيجابا وسلبا في هذا المستوى. استشهادها صار راس خيط لبقاء الإسلام. أنا وأنت نصلي هذا اليوم رهين استشهاد فاطمة الزهراء صلوات الله. ولقد ذكر ذلك أمير المؤمنين في الحديث المروي، قال لها إذا تبدين هذا الاسم يبقى لازم تصفي. قالت تصفي. من هالجهة بقاء الإسلام رهين استشهاد الزهراء صلوات الله. مو مسألة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أهم الأمور فاطمة الزهراء صلوات الله عليها عالمة عامدة بأن القوم يقتلونها جاءت خلف الباب، ضحت بنفسها لبقاء الإسلام. لولا استشهاد فاطمة صلوات الله عليها كل متاعب أبيها رسول الله راحت راحت، ولعله هذا اليوم اسم حتى من رسول الله ما كان موجود. كثير من أنبياء الله أكو اسمهم هم موجود. أمير المؤمنين حزنه سرمد لهذا الأمر، ليله مسهد لهذا. هذا الناحية الإيجابية بقاء الإسلام. الناحية السلبية هو الانحراف اللي حصل. الزهراء سلام الله عليها ما قتلت ما استشهدت، صار عمرها عمر طبيعي 60 سنة 70 سنة، ما تخطو مشيتها مشية أبيها رسول الله، تفرغ عن لسان أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت للمسجد أن أجهش القوم لها بالبكاء. قال بعض المحققين في شرح ذلك أن الناس شافوه، هاي لأن هذا الصوت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت تعيش ما كان هذا الانحراف موجود. لو كانت تعيش هي وأمير المؤمنين هم 30 سنة بعد رسول الله عاش، لأكل الناس من فوقهم ومن تحتهم. يعني بالحسابات الاعتبارية هم لو نحسب نحن نقدر، مو فقط
فد مسألة لأنه في الروايات أكو نقبلها تعبدا، لا إحنا هم نقدر نستنتج نفهم هذا الشيء نستوعب هذا الشيء. فهذا مستوى فاطمة سلام الله عليها، منها نتعلم معالي الأخلاق. معالي الأخلاق وين واحد يحصل؟ هاي معالي الأخلاق، هاي أكبر معالي الأخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة أهل البيت، ببركة فاطمة الزهراء، ببركة أبيها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم أجمعين، أن يوفقنا لذلك. صلى الله على محمد وعلى آله. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. علي إمام الورى سيد، به يعرف الزهد في الزاهدين. علي إمام الورى سيد، به يعرف وجه الصلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكان.